إذا خلوت بنفسك ولا أحد يراك قل يقينا لا إله إلا الله. إيه؟ كلما انفردت بنفسك ولا أحد يراك اجعل هذه الكلمة وديعة لك عند الله، واعلم أن قول لا إله إلا الله أكبر الحسنات، لا حسنة أكبر من قول لا إله إلا الله. وإذا سمعت أحدا مؤذنا صديقا داعية يقول لا إله إلا الله فحاول ما استطعت أن تكسر قلبك. الله لما ذكر أهل الفجور والكفر قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فمن كتب الله له لا يستكبر عند هذه الكلمة، وحتى تتعلق بها أكثر حاول أن تردد مع المؤذن.